والتعبير على المشاعر ديالك وتجده يقدر ما يقولش لمرته راه احبك، فهمتيني؟ هو لا توحشتك زوره بهذاك الحاكه تقول لها راك مقصح، فهمتيني؟ حرين توحشتك. لا هو اللي كاين، هو ما ولفناش نعبروا على المشاعر. وصل الاسره كانها عندنا بحال تعبر على المشاعر ديالك بحال ناقص، بحال ضعف، بحال ما عرفتش شي حويجات. واش موروث ثقافي؟ واش قلت فهامه؟ والله الشباب اللي ملتزم وداك الشيء كيلقى مع صاحبه والله العظيم توحشتك احبك في الله، ممكن يبقى يغرك ديك احبك في الله تاك الطيب، وتجده يقدر ما يقولش لمرته راه احبك، فهمتيني؟ هو بان ليه راه هذه فيها الشرع حل لي هذا البويب هذا، فكيديرها مع اصحابه. لكن تقدر تلقاه مع عمره ما قال احبك في الله لبوه، فهمتيني؟ وصل الاسره كانها عندنا بحال تعبر على المشاعر ديالك بحال ناقص، بحال ضعف، بحال ما عرفتش شي حويجات. واش موروث ثقافي؟ واش قلت فهامه؟ والله ما عرفت. ويقدر ما يقولش لمرته راه احبك، فهمتيني؟ هو بان ليه راه هذه فيها الشرع حل لي هذا البويب هذا، فكيديرها مع اصحابه. لكن تقدر تلقاه مع عمره ما قال احبك في الله لبوه.